اولا الحكومه بريئه لان ما كاينش شي موقف رسمي. خليونا من اللعب، تبداو قال الحكومه وكراكم برلماني، عارفين شنو هو الحكومه، عارفه شنو هو الوزير، ما عرفت شيء، مصيبه هذه. ويلي لا، الحاجه اللي كتصدر على الحكومه راه معروفه. ها الناطق الرسمي للحكم ها هو كذب، قال شي كلام. اذا خليونا بلا مزايدات في هذا المجال. حنا ماشي لا تسال الحكومه، ما تكلمش على الحكومه كلها، ماشي بالغوات هكذاك، راه كلنا قادين نغوتوا. الان الحمص، انت اللي كتكلم لي على الحمص، وسير شريه برا تشوف شحال الثمن ديالو، سير شريه برا شوف الثمن ديالو، لانه مستورد. بغيتو تستافدو من الدعم ديال الحكومه ديال الدوله على حساب الفقراء. اشني هادشي؟ واش بغيتو رجعوا اللور؟ واش بغيتو الدعم يرجع عاوتاني للمواد الاساسيه؟ حنا في شي حكومه شيوعيه، راه المغرب راكم تتقولوا حسب ليبرالي. وفين هاد المرجعيه ديال الاحزاب ديالكم؟ فين هاد المرجعيه؟ يا تدخل المنافسه، اذا خاصنا نسهروا على المنافسه وكونوا غير منطقيين مع روسكم. تدخلوا المنافسه، نعم المنافسه حنا قايمين بها، قايمين بالدور ديالنا. قلت لك 95 طن اللي تقبطات، والان في رمضان غادي تعطاكم رقم، هذا الرقم غتكون لجنه اليقظه 24 ساعه على 24. الا كان في البشويه، الا كان في القياده، غادي نمشيو للمحل، ولكن خاص ماشي تزيد لي المزايده هنا. ماشي حنا ماشي بلاصه المزايده، حنا نعالجوا المشاكل بالمعقول وبالصح، لان دايرين فينا المواطنين الثقه. راه عارفين شكون فايد الثقه، شكون تيتزايد شكون ما تيتزايدش. حنا ما تنتزايدوش على الناس. اذا تنقول الان المواد، اولا من تحت السؤال، تحت السؤال على طاقه، على واش المنتوجات موجوده. من اللي قلت الموجوده كلها نقز لي والطاقه الشرائيه. وخاصنا نعرفوا بعد السؤال اش حطينا، واش موجوده ولا غاليه. الغلا كاين، الا كاين الغلا مستورد، واش غندير لك؟ علاش تشري سياره غاليه؟ علاش؟ علاش ما نشريهاش المواطن حتى هو يكون عنده؟ علاش تشري سياره غاليه؟ حتى هي غاليه. اذا غاليه راه غاليه على الشعب كله. شكرا، وتنصنت لك. شكرا.